لو الحكاية فيها إن فيديو رضا دافية الجميلة، كان نفسي أكون معاك النهاردة علشان أستلم التكريم اللي أحتفل بيه من مهرجان شفته بالكلب. كنت معاكم من 9 سنين في أول دورة للمهرجان، وكنت كان ليا الشرف إني كنت عضوة في لجنة التحكيم، لن أنساها أبدا مع الراحل العظيم الأستاذ محمد خان، مع الأستاذ الكبير عبد الرحمن سيسافو. البعد الأفريقي للسينما المصرية والعربية بالنسبة لي يهمني بشكل شخصي، وكنت أحب أن أنا أكون متواجدة معاكم. أشكركم جدا على التكريم القيم ده اللي أفتخر بيه. للأسف لم تسمح لي الظروف أني أكون معاكم النهاردة في مدينتي المفضلة، مدينة الأقصر، لأني في التصوير زي ما أنتم شايفين في أجواء التصوير. أنتم عارفين طبعا الأولوية دايما للعمل، وأعتقد أن احترامنا لعملنا هو اللي بيخلينا نتكرم في مهرجانات كبيرة زي مهرجان الأقصر. فأنا متأكدة أن أنتم متفهمين. إن شاء الله هستلم الإجازة من المشرفين على المهرجان.